يعني تحملوا مشقة الحضور، وأنا واحد من تحملت مشقة الحضور، اشتاق حتة أكل فيها وأنا ما بمشيش سواد دلوقتي يعني بطلت. طبعاً أهلاً بحضرتك أستاذ وليد، وأنت من الناس العظماء وليك تاريخ معايا كبير، والفضائية الأخرى طبعاً ليها تاريخ معايا كبير جداً في تقديمي وفي التعامل مع إنتاج الأدبي وإنتاج العلمي أيضاً، لأن أنا عملت برامج علمية في الفضائية المصرية، برامج طبية كانت مميزة يعني في شهر رمضان. الأستاذ محمد خليل المخرج أهو كان يعني عمل شغلي معايا كويس أوي. يمكن أستاذ هتنقعد أحسن. لا احنا خلينا